الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن العراق حل في المرتبة الرابعة عالميا من بين أكبر 5 منتجين للنفط عام 2020، وبحسب التقرير جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بنسبة 15%، تلتها روسيا بنسبة 13%، ثم السعودية بنسبة 12%. وجاء في التقرير أن إنتاج العراق ارتفع من 1,310,000 برميل يومياً في عام 2003 إلى 4,100,000 برميل يومياً عام 2021. واصلت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل التراجع لليوم الثاني على التوالي، متأثرة من انخفاض الخامات الأخرى الإقليمية والدولية. وانخفضت أسعار خام البصرة الخفيف المورد إلى آسيا بنسبة بلغت 0.13%، مسجلة 68 دولارا و86 سنتا للبرميل الواحد، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 5% مسجلا 66 دولارا و13 سنتا للبرميل. أقرت النائبة ناهد الدايني بأن الصراعات السياسية حرمت ديالا من 20,000 فرصة عمل في مجال الاستثمارات النفطية. وقالت النائبة ناهد الدايني إن حقول نفط خانة باتت بركا صغيرة بسبب تعطيل استثمارها والمنافع السياسية والابتزازات التي منعت استقطاب وجذب شركات نفط عالمية إلى المحافظة. وأضافت أن عراقيل سياسية منعت استثمار الغاز الطبيعي في حقول المنصورية، إضافة إلى ضياع وتبدد 90% من ثروات ديالا بسبب سوء السياسات الاقتصادية والتدخلات الحزبية والإقليمية على حد قولها. قفزت أسعار مختلف السلع والمواد في السوق السورية بين 20% إلى 30% فور قرار رفع حكومة الأسد رفع أسعار الوقود بنسبة 177%، ما تسبب في موجة غلاء للسلع غير مسبوقة. كما زادت أجرة النقل الرسمية 28%، وهي نسبة لم ترضي أصحاب سيارات الميكروباص الذين أضربوا عن العمل في دمشق، معلنين خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة ضرورة رفع الأجرة. أعلنت السلطات المحلية في بكين أن إجمالي الناتج المحلي للعاصمة الصينية قد حقق زيادة سنوية نسبتها 13.4% في النصف الأول من العام الحالي 2021، مسجلا 1,920,000,000,000 يوان، أي ما يعادل نحو 297 مليار دولار أمريكي. وارتفعت القيمة المضافة للصناعة الثانوية بنسبة 32%، مسجلة أكثر من 329 مليار يوان في الأشهر الستة الأولى، في حين ارتفعت قيمة الخدمات بأكثر من 10%، مسجلة 1,600,000,000,000 يوان. وعلى نطاق واسع شهدت الإيرادات المالية للصين زيادة سنوية بنسبة 21.8% خلال النصف الأول من العام الحالي. تراجع سعر الذهب مع ظهور الدولار كملاذ آمن وسط مخاوف من أن فيروس دلتا الجديد قد يوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% مسجلا 1,807 دولارات و32 سنتا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% مسجلة 1,809 دولارات فاصلة 10 سنتات للأوقية. ختام الموجز بأمان الله.